مع هذا المساء التراثي. انطلاقة الشوط التاسع انطلاقة سليمة جميلة هناك لهذه الشعارات المميزة. هناك انتقل مباشرة مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول بن صوغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن سالم المسافري من ياتي مع بن صوغان. بينما التسلل في هذه اللحظات وصلت أيضا هناك بن صوغان سمو الشيخ الهيان بديان بن سيف آل الهيان وصادق فضل الأمين في عملية تضمير والتدريب. بينما التسلل هناك على الصدارة على المقدمة من ملوح سمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتومة وسلطان بن سيف المغبالي في عملية تضمير والتدريب. انتقل مباشرة مع المركز الثاني وصول من الشامخة. وصلت الشامخة هناك شامخة بالفعل اسم على مسمى. بينما بن صوغان من تتسلل على المركز الثاني في هذه اللحظات سمو الشيخ نهيان بن ذياب سيف آل نهيان عملية تضمير الصادق فضل أمين المركز الثالث. وصلت الشامخة سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني من يتواجد في عملية تضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز الرابع رابع المراكز. التسللات الجميلة الزحفة من المراكز الخلفية في هذه اللحظات. هناك من تتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات الهدى. هناك من تتواجد بالمملوكة لهجن الرئاسة وأحمد بن مطر بن مايدة الخيالي من يتواجد في عملية تضمير والتدريب. وهذه العروضات الجميلة والمميزة القدوم من مهاب المملوكة لهجن الرئاسة حمد بن سعيد حمد بن سعد الأحبابي في عملية تضمير والتدريب على المركز الخامس. المركز السادس شوفوا من القادم من المنطلق هناك مروة من تاتي والمملوكة لهجن الرئاسة ظافر المضمرين علي بن ميل الوهيبي أيضا يتقدم على سادس المراكز. المركز سابع المراكز وصول من الشاهينية وصول من الشاهينية الله سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش مبارك بالقوبع. ولكن التواجد هناك من غنتوتة من تتواجد في هذه اللحظات أين أيضا المملوكة لهجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. هناك المميزة من يأتي مع هذه الأسامي الرنانة والجميلة. بينما التحدي من صوغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وعبد الله بن سالم المسافري. هكذا النداء هكذا النداء للمراكز العشرة الأوائل هناك والمتقدمة المتحدية من أجل النار واختطاف المقدمة والمركز الأول. أعود مع صدارة الشوط أعود مع المقدمة أعود مع التحديات الجميلة العروضات المميزة هناك مع الصدارة والمقدمة الهدى. هناك من تتواجد المملوكة لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيري يقدمها في عملية تضميره. المركز الثاني وصلت بن صوغان انطلقت بن صوغان على المركز الثاني سمو الشيخ نهيان بذياب بالسيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتواجد في عملية تضمير والتدريب. ملوح وصلت أيضا انتقلت ملوح انطلقت ملوح هنا في هذه اللحظات سمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم سلطان بن سيف المغبالي. بينما التحدي في هذه اللحظات الشامخة الشامخة وصلت بشموخها الجميل والمميز في هذه اللحظات سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان. ولكن ناجم بن علي الغيلاني في عملية تضمير والتدريب أرى هناك مهابة وصلت مهابة انطلقت مهابة تتسلل هناك من مركز تلو مركز هناك تنهب المراكز مهابة. هناك المملوكة لهجن الرئاسة وحمد بن سعد الأحبابي أيضا يتواجد مع مهابة في عملية تضمير والتدريب. ولكن مروة هناك أيضا مملوكة لهجن الرئاسة وعلي بن ميل الوهيب
الشعبي حاضر حاضر ضافر المضمرين غلبا وغالبا مع المراكز الأولى. وصلت خنتوت المملوكة لهجن الرياسة، هناك المميز مبارك من أحمد بن مايد الخيلي، وصول من ملوح، وصلت ملوح الله، ويا محلى ملامحها هناك من تتواجد في هذه اللحظات سمو الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم سلطان بن سيف المقبالي. أعود مع الصدارة، ولكن هناك الشاهينية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يقدم الشاهينية، والمضمر طارش بن مبارك بالقوبع، والتواجد هناك من صوغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عملية تضمير عبد الله بن سالم المسافري، هكذا النداء الثاني، هكذا النداء الثاني للمراكز التسعة الأوائل المتقدمة. أعود مع الصدارة، أعود مع التحديات الجميلة، أعود مع الصراع المميز هناك، عشاق هذه الرياضة. عدس هناك أبو ظبي الرياضية أيضا حاضرة تنقل هذا الحدث الجميل والمميز. أعود مع الصدارة هناك والتحديات الجميلة الثلاث اللي بهنزان اللقاء، ولكن غنتوت تشكل المربع الذهبي، وهناك مهابة تشكل الخماسية. الله الله، بقيادة الهدوء هناك من تتواجد على الصدارة على مقدمة هذا الشوط المملوكة لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي المركز الثاني، وصول من هجن الرياسة. هناك على ثاني المراكز من يقدم مروة المملوكة لهجن الرياسة، وظافر المضمرين يتقدم مع هذا الشعار، يتقدم مع مروة هناك على ثاني المراكز. المركز الثالث وصول من بنت صوغان، وصلت من صوغان سمو الشيخ نهيان بن ذياب السيف آل نهيان الصادق فضل أمين. يلا يا الصادق، تحرك يا الصادق، انطلق يا الصادق في هذه اللحظات. ولكن انطلقت غنتوت، انطلقت غنتوت وبدري، بدري 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 يا غنتوت المملوكة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، أيضا انطلاقة من مهابة في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، المملوكة لهجن الرياسة وحمد بن سعد الأحبابي، هناك من ينطلق مع مهابة في المركز الخامس. أعود مع الصدارة، أعود مع التحديات الجميلة، التحديات المميزة هناك. كيلو وين تفصلنا عن خط النهاية مع المنحنى الأخير. المقدمة والصدارة ما زالت ما زالت ما زالت مع الهدوء هناك على صدارة هذا الشوط. صامدة صمود الجبال مع المقدمة والمملوكة لهجن الرياسة أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. يا سلام، المركز الثاني، وصول 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 من مروة، انطلقت مروة، انطلقت مروة، وانطلق هذا الشعار الجميل، انطلق هذا الشعار الجميل، هجن الرياسة وظافر المضمرين أيضا ينطلق في هذه اللحظات من المنطلق على المركز الثالث، من المنطلق على المركز الثالث. ولكن القادم أحلى، وصلت خنتوت، انطلقت خنتوت المملوكة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. بنت صوغان حاضرة أيضا بانطلاقاتها بشعاراتها الجميلة، الشعار الذي دائما دائما يقدم كل جديد. الله الله الله، سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين. أعود مع الكوكبة هناك، أعود مع التحديات، أعود مع الصراع. الله الله، هجن الرياسة، هجن الرياسة، من تقدم الأصالة، تقدم الأصالة، ولكن يختلفون الفطاحلة، يختلفون الفطاحلة، الأمور في خطر، الأمور في خطر، وخاصة هذا الكيلو. يا مخطر هذا الكيلو، يا مخطر ويا متعبة. الله الله، التحديات مع غنتوت، التحديات مع غنتوت، ولكن مروة تحاول، مروة تحاول في هذه اللحظات. قنتوت على الصدارة، قنتوت مع المقدمة المملوكة
لهجن الرياسة. المميز المميز المميز، انطلق الظافر، انطلق الظافر على ثاني المراكز. الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، مروة 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 من تاتي هناك، المملوكة لهجن الرياسة، علي بن ميل الوهيبي. الله الله، التحديات الثنائية، خط النهاية ينتظر، خط النهاية ينتظر. مروة هناك تحاول على ثاني المراكز، ولكن قنتوت صامدة، صمود الجبال، العصافة الأبطال ما حركوه، ما يبغي لها تحريك، ولكن خلاص بدأت الأوامر، بدأت الأوامر. ولكن مروة 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 غنتوت، الأمور في خطر، التحديات الثنائية، خط النهاية 400 متر، جولة الأوامر، جولة الأوامر. الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، ما إن شاء الله. مروة هناك المملوكة لهجن الرياسة، والظافر الظافر الظافر، ظفر الظافر، ظفر الظافر، ظفر الظافر في هذه اللحظات. سلام يا أبو سعيد، سلام لهجن الرياسة. الشعار الأحمر هنا، الشعار الجميل والمميز دائما بانطلاقاته. الله، مروة هناك من تاتي، المملوكة لهجن الرياسة، علي بن ميل الوهيبي. سلام يا أبو سعيد، المركز الثاني وثاني المراكز قدمت عرض جميل. هناك من توت المملوكة لهجن الرياسة والمميز مبارك من أحمد بن مايد الأخيري، المركز الثالث، ثالث المراكز كان من نصيب مهابة مملوكة لهجن الرياسة وحمد بن سعد الأحبابي في عملية تضمير. المركز الرابع كان من نصيب بن سوقان سمو الشيخ الهيال وضيافة سيفان الهيال وصادق بن الأمين. المركز الخامس لحظات وصول المركز الخامس هناك إلى خط النهاية، وصول من الشامخ سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني في عملية تضمير والتدريب والعناية المستمرة. تهانينا والناموس هناك على فوز مروة المملوكة لهجن الرياسة، علي بن ميل الوهيبي، قاطعة 8 كيلو مترات في زمن وقدره 12 دقيقة 59، أربع أجزاء من الثانية. هكذا التوقيت، هكذا توقيت مروة، وتوقيت أيضا هذا الشعار الجميل والمميز. وهناك الظافر حاضر أيضا مع هذا التوقيت الجميل. المركز الثاني كان من نصيب هناك قنتوت المملوكة لهجن الرياسة ومبارك من أحمد بن مايد الأخيلي. لحظات الوصول والعبور هناك 13 ثانيتين 8 أجزاء من الثاني. بينما المركز الثالث وثالث المراكز في هذه اللحظات كان من نصيب أيضا من هدوء المملوكة لهجن الرياسة وأحمد بن مطر بن مايد الأخيلي، 13 9 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.